عشان سبعة بضيائي بدري كي يهجد الملاح فوقتنا من المحال حصرها وهل الكواكب حصر منا مزاح ليست قضايا الشعب شغلك وحدها لك في قضايا المسلمين كفاح أبناء يعرب كلما لستهم لوب وصاحت في الكيان جراح كان الشفاء على يديك مواقفا محمودة تمضي بها الأفراح ناديت شعبك للتضامن فاقتدى كرم يسير بالفيض بالرفاح فاسلم فاسلم أمير المؤمنين لأمة أنت الذي في أفقها المصباح ما في القلوب سوى ودادك ساكنا وولاؤها لك باليقين تصدع وليحيا في إحياء حبك دافئا نجلاك مع عشق العلا الأدواء ظل الرضا لولي عهدك سابقا والصنو يزكو عطره الفواح أود في النهاية أن أحيي الأساتذة الكرام والضيوف الكرام الذين رافقوا أبناءهم لأخذ الجوائز والسادة أعضاء جمعية آباء وأولياء التلاميذ وكل الحاضرين أود أن أحييهم وأن أشكرهم راجي من المولى عز وجل أن يمتعهم بكامل الصحة والعافية حتى يكون عطلة سعيدة مستحقة وللعودة بالبشرى والابتسامة العريضة لمواجهة موسم دراسي إن شاء الله مع كامل التوفيق للجميع وشكرا شكرا شكرا جزيلا السلام عليكم. Thank you.
Thank you.
المؤسسات التابعه يعني السيد رئيس الجمعيات العموميه تلاميذ ثانوي الخلدون اخواني الاساتذه والاستاذات انه شرف عظيم لنا جميعا في هذه الساعه ان ننظم هذا الحفل بمناسبه تكريم ابانا وصديقنا الحاج محمد البطحاوي وكذلك بمناسبه استقبال السيد المدير الجديد البازيل عبد الملك. في البدايه اترك الكلمه للسيد النائب المحترم فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدي على رؤساء المؤسسات التعليميه الاعداديه والثانويه سيدي رئيس الجمعيه التعليميه الذي عين حالفا العلمي وبهذه المناسبه الانتقال من
منطقة معلمة في الحركة الانتقالية، وكنت أمارس اختصاصاتي وهو تقويم خدمات الحاج الطحاوي، وكنت أمام أمرين، أما أن ننقذه بكيفية أنني أضمن بقاء ديالو معنا أو أعطيه ما يستحقه من مقاتل. صراحة كان اختيار عسير جدا، ولمن أخبر من خلال هذا الكلام أن الحاج الطحاوي من أساتذة أجلاء، ونقول هذا الكلام لا أقوله مجاملة ولا ظرفيا ولا بالمناسبة، ولكن شعور أشعر به من صميم القلب، وأعتبره من أساتذتي جدير بكل احترام، وهذا الشعور يشاطرني في جميع الأطر المتواجدة بهذا الإقليم. أستاذ الحاج الطحاوي يسعى حقيقة تخلي معنا، ولتنظن وتنتمنى بطبيعة الحال التوفيق والنجاح في المأمورية ديالك بمدينة الرباط، خاصة بحي صوفيا بمؤسسة معددة. لا أخاف عليك ما يقال، لأن لك من هنك وتجربة باش تغلب على جميع المشاكل. لتنظر من الحاج الطحاوي ولا بعد العاشر منك تراجع على القرار ديالك، يا ريت أحاول باش نحترقوا الحاج الطحاوي بنظر علينا، ولكن شاء أقدر نتمنى لك التوفيق ومصير أسعد بمدينة الرباط قرب أهلك وذويك. نتمنى لك استكمال السعادة.